مستر دولور واللي خد باله من الخطا ده وبعتهن محمود قاسم. البنت بتنزل البسين بمايو اسود، لكن لما بتيجي تطلع من الميه المايو بيتحول للون الابيض. ناديا انا كلمت بابا وهنيجي نخطبك يوم الخميس. ومن انستجرام بعت لنا محمد البنا الخطا ده من فيلم هروب اضطراري، واللي خد باله منه برضو احمد ايمن وزياد عاطف وحمدي السباعي. لما بيدخل السينما بالموتوسيكل بيبقى في فيلم شغال، اللي هو المفروض فيلم حملة فريزر، لكن لما بنيجي نسمع الصوت الفيلم اللي شغال في السينما بنكتشف انه مش فيلم اصلا، وان الصوت من مشهد من مسلسل نيلي وشريهان. اتفضل اديني رئيسك المباشر. اتفضل اديني رئيسك المباشر. الطيب والشرس والوحش. لما العربية بتعدي من قدام الكاميرا بيبان انعكاس المصورين على الازاز بتاع العربية. عايز حقي واللي خد باله من الخطا ده وبعدهن محمد الديب ومحمد صقر وسيف صلاح وايوب الميمي. اللقطات اللي كان طالبها صابر المصري واللي مكتوبه على السبوره بتتغير ما بين كل لقطه والتانيه مع انهم في نفس المشهد. حنفي لبها لما فاروق الفيشاوي بيخش على عادل امام الزنزانه في اللقطة دي ما بيبانش فيها أي حاجة مش طبيعية، لكن في اللقطة دي بيبان الفراغ اللي مفروض إنه واحد طين، واللي هي بتبين إن هي مش حيطة ولا حاجة وإنها مجرد كرتون. برو gotcha scared you. الكيف واللي خد باله من الخطا ده وبعتهن احمد حسين. الكاميرا في الاول بتبقى على جميل راتب وبعد كده بتتحرك علشان تيجي على الشخص اللي هيجي عليه عشان يكلمه، لكن الكاميرا لما بتتحرك بيبان الشخص اللي هو المفروض هيخش يكلمه واقف مكانه ومستني الكاميرا تيجي عليه. حاولوا تشوفوا انتوا الخطا في المشهد ده فين. ايه ده ايه ايه؟ عرفتوا فين الخطا؟ الولد بيبقى نايم في نص السرير، لكن لما خلوه يجي ينام كامل بنلاقي ان مكانه اتغير وان هو نايم على طرف السرير علشان يدي مكان لمحمد سعد. ليلتك سودة من اولها. عروس النيل واللي خد باله من الخطا ده وبعدهن عبد الرحمن وحيد. شوفوا اللقطه دي كده وحاولوا تعرفوا فين الخطا. ايه دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نفوخه. بالظبط في اللقطه دي التمرجيه بيكونوا واقفين عند الباب. في اللقطه الوايت بيجيبن التمرجيه ابتدوا يتحركوا ويقربوا من رشدي اباظه، وبعد كده بنرجع لهم تاني في لقطه ميديم بنلاقيهم لسه واقفين مكانهم. بعد كده بنرجع لرشدي اباظه فبنلاقيهم انهم ابعدوا عن الباب. حنفي القبه فاروق الفيشاوي وهو بيضرب رجاله العصابه، في واحد منهم بيخش يضربه لكن بيبان ان فاروق الفيشاوي بيرفع ايده علشان يحوش الضربه اللي هي لسه ما جاتش اصلا، لان الكومبارس اللي قدامه ما كانش رافع ايده اصلا، فزي ما يكون فاروق الفيشاوي بيعمله هاي فايف مش بيضربه. حلم العمر واللي خد باله من الخطا ده وبعتهن ابراهيم عبقرينو وهو بيخبطها بالعربيه. بيحصل مونتاج بين لقطات كتير، بس منها لقطة بيبان ان دي مانيكان مش ممثلة، وبيبان ايد المانيكان البيضة كمان لما بتيجي تقع على الارض جسم المانيكان بيبان ان هو مفروض وهو بيقع، والستاند بتاع المانيكان كمان بيبان، ده غير ان وش المانيكان فجأة بيتكشف من عليه الشعر وبيبان ان هو بيلمع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.